نقول هذا فين؟ أننا لم نفهم القرآن. لأن هذه الآية وعيدة للمنافقين. كيف توضع في شهادة التفوق؟ نعم، ولذلك تجد يعني أكتب أحيانا بعض الآيات وهي إشكال، والله إشكال، حتى يحتج أحيانا بعض الناس يعني بالقرآن في مواضع يعني عجيبة جدا. تجدها يعني تجد هذا الكلام، هذه الآيات فيها وعيد شديد. فهذا فيه أنا لم أفهم القرآن إلا من رحمة. يعني الآن مثلا في رمضان يقرأ القرآن وتجد لا أحد يخشى ولا أحد يبكي إلا من رحمة. وعندما يدعو الإمام بدعاء قنوت، اللهم ارحمنا كذا، تجد الناس يبكي. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشع متصدع من خشية الله. يقول الحسن رحمه الله، يقول عجبا لجذع، جمال جذع، عندما نزل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وصنع له المنبر وصعد المنبر، سمع الناس بكاء الجذع، نزل واحتضر الجذع حتى سكت. يقول عجبا حسن رحمه الله، يقول عجبا جذع يحن لما كان يلقى عليه من مواعظ الخطب، وعظ النبي عليه الصلاة والسلام. عجبا يقول لبني آدم أنهم لا يحنوا لوعظه عليه الصلاة والسلام، يعني لا يحنوا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال تعيد الآن التي قبلها. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم فسيرى. وإثبات قلنا الرؤية، وأن الله سبحانه وتعالى نثبت له الرؤية والبصر، إما علم أو جميع المرئيات أو نصر تأييد أو تهديد، هذا كله ثابت لله سبحانه وتعالى وجل أبيه. قال وقوله وهو شديد المحال. وهو شديد المحال، أراد المؤلف رحمه الله أن يورد الصفات التي سماها السنة بالصفات المقيدة، يعني أن الله ماكر بالماكرين. قال بعض العلماء لا تعبر بهذا التعبير، الأولى أن تأتي بنص القرآن وتفتح، تقول بدل أن تقول ماكر بالماكرين تقول الصفة هي قول الله تعالى ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، أحسن ما يقول وتفتح. طيب، هذه الصفات ليست دائما مدح وليست دائما ذم، في موضع تكون مدح وفي موضع تكون ذم. يعني الآن المكر بالأعداء عندما يريد العدو أن يوقع بك فهذا مدح، يقال والله أعلم، البعض ضعف هذا المسلم. قبل أن تبدأ معركة قلنا يخرج وناس من الفريق الأول وناس من الفريق الثاني وبارض حتى يحمل القسم. خرج عمرو بن ود، خرج علي رضي الله عنه، الله أعلم أنه خرج عمرو بن ود أولا، وأخذ ينادي من يخرج له، خرج له علي رضي الله عنه وقال لعمرو بن ود لم أخرج من أقاتل رجلين، صادق غير كاذب. عمرو بن ود خرج ليكرم علي رضي الله عنه؟ لا، أراد قتل علي، فعلي صاح فيه قال لم أخرج من أقاتل رجلين، هو صادق، فانتفت عمرو بن ود فضربه. الحرب خدع، لذلك يعني الصفات التي تكون في موضع مدح وفي موضع دم لا يمكن أن يوصف الله سبحانه وتعالى بها على الإطلاق أو تنفع الله سبحانه وتعالى، يوصف الله سبحانه وتعالى بها في موضع الكمال، ونزل الله سبحانه وتعالى عنها في موضع النقص. وأحسن من هذا تقول كل ما جاء في القرآن فهو مدح، ولا شك صفة الله سبحانه وتعالى كلها صفة كمال. أما الخيانة
لا يمكن أن تكون في أي موضع مدح. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل. ما يمكن أن تكون الآية خانة، لا يمكن أن الخيانة لم يكن في أي حال من أحوالك. قال فأمكن منه، مفهوم؟ نعم. طيب السؤال الثاني وقوله ومكروا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والله خير الماكرين، نعم. وقوله ولذلك الذي يتحايل على الشريعة كاليهود كان الجزاء من جنس العمل. هي تعرف ان البعض في هذه الايام يتحايل على الشريعه، يتحايل لك بالربا، يتحايل لكذا، يتحايل لكذا، فيعاقب بنقيض القسم. مثال اذا قتل والده، لماذا؟ يريد التركه، يريد الارث، ماذا نصنع به؟ يحرم من التركه. نعم، ليس للقاتل من تركه المقتول شيء. من استعجل الشيء قبل اواني عوقب بحرمان قاعده. مفهوم؟ نعم. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. نعم. وقوله انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. نعم. وقوله ان تبدوا خيرا او تعفو او ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا غفورا. عفوا قديرا. لماذا عفوا قديرا؟ لان العفو يشترط له أولا أن يكون عن قدرة، والثاني أن يراد به الإصلاح. قال فمن عفا وأصلح. الآن العفو عن السارق تصلح؟ لا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن العفو يشترط له الأول أن يكون عن قدرة، والثاني يراد به الإصلاح للإفساد. عن قدرة، أعطيكم مثال. هذا الأخ تقاسم مع هذا، فهذا يعني أخذ يهدد هذا بالضرب وكذا، فهذا قال لي قال عفوت عنك. أنا عفوت عنك، امشي، ما أريد أصنع لك شيء. هذا عن قدرة؟ لا، هذا عنك. طيب، ولذلك قال عفوا قديرا، وقال فمن عفا وأصلح. إذن الآن الزوج كما ذكرنا لكم الصبح تخاصم مع زوجته وجاءت وقالت اعف عني، عفى الله عنك، ماذا يصنع؟ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. تقول انتهينا. لو قال لها لا قلت كذا وقلت كذا وقلت كذا، هذا مخالف للشريعة. قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. مجرد ما تقول لهم انتهيت انتهيت، تقول عفى الله عنك، تصب عليه الماء، توضأ سيد، وهي أمر مملوك، فانكسر الإناء عليه، فقالت يا سيدي، يقول الله تعالى والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قالت ويقول والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت ويقول والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة. فأخواني تذكروا بالله، أبو مسعود، أبو مسعود قال كنت أضرب غلام لي فسمعت صوتا من خلفي يقول لله أقدر عليك من قدرتك على هذا، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يذكر بالله؟ نبي صلى الله عليه وسلم. ما قال يا رسول الله فعل كذا وكذا، قال يا رسول الله هو حر لوجه الله مباشرة. تكون هذا حال الصحابة رضي الله عليهم، تعود مباشرة. إذا العفو لا بد أن يكون عن قدرة ويراد به الإصلاح. العفو عن السارق يراد به الإحسان، والعفو لا بد أن يكون عن قدرة، عن قدرة حتى يكون مدح، وإلا كان ذم.
نعم. فقوله وليعفو وليصفح. وليعفو، هذه الآية نزلت في حق الصديق رضي الله عنه، وآيات كثيرة. فضائل الصديق ستأتي معنا بإذن الله تعالى، أن الصديق رضي الله عنه هو أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن الأمة أفضل الأمم، أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصديق، فهو أفضل الأمم بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء. منع الصديق رضي الله عنه النفقة عن مسبح، لأن مسبح تكلم في قصة الإفك في عائشة، فأنزل رضي الله عنه وبرأها الله، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وليعفو، وأعلى من العفو الصفح، لأنه قد يعفو ويبقى في قلب شيء، لكن الصفح أعلى من العفو. وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال الصديق رضي الله عنه بلى، وأعاد النفقة على مسبح. وهذا فيه الصحابة رضي الله عليهم، يعني ما كان من شدة تقواهم لله سبحانه وتعالى، وأنهم يقابل السيئة بالحسنة. يقال والله أعلم أن معاوية رضي الله عنه كان له أرض بالمدينة وفيها عمال، هؤلاء العمال تعدوا على أرض عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فكتب عبد الله بن الزبير رسالة لمعاوية، يعني فيها يقال فيها يعني شدة قليلة، أنه تعدي. فقرأ رسالة معاوية وهو ملك، قرأها ثم أعطاها لأحد وزراء أو للملك. قرأ هذا الوزير أو كذا هذه الرسالة وقال ماذا ترى؟ قال أرى أن تخرج جيش أول في المدينة وآخره بالشام. فأخذ رسالة وقلب هذه الرسالة وكتب في ظهرها الأرض والعبيد لك، وأرسلها إليه. وليعفو وليصفحوا، قال عليه الصلاة والسلام وما ازداد عبد بعفو إلا عزة، وما ازداد عبد بعفو إلا عزة. النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن أهل مكة، لم يثبت على ما يذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وفانتم الطلقاء، هذا لا تسمع، لكن هو صنع هذا عليه الصلاة والسلام، عفو عن قدرة وأراد به الإصلاح. هذا هو، هذا الشريف. تعرف أحيانا تأتي الإنسان خاصة مع أخيه تقول يا أخي تذكر، قال الله ما يمكن. نعم. وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نعم. الغفر هو ستر الذنوب مع التجاوز، مشتقة من المغفر. المغفر ما يضع المحارب على رأسه، ألا هذا الذي يسوق الدباب يسموه دباب؟ المهم موتور ولا ما يكون، يضع على رأسه طول، هذه هي المغفر كالمغفر. لماذا يضع على رأس المحارب؟ حتى يتقي بها أثر السيوف والسهام. الغفر ستر وتجاوز، قال قد سترت ما عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك في الآخرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم. إذن الغفر ستر وتجاوز، لأنه ما يصلح أحدنا الآن. نعم. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولله العزة، الله سبحانه وتعالى هو العزيز، عزة قدر وعزة قهر وعزة غلب، وهو العزيز فلن يرام جنابه أنها يرام جناب السلطان، وهو العزيز بقوة وهو العزيز الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، عزة قدر وعزة قهر وعزة غلب.
وعزة الله سبحانه وتعالى بالنسبة لله سبحانه وتعالى عزة حقيقية درجة عظمة، عزة قدر فهم وغلب لا تماثل عزة المخلوقين، وعزة النبي صلى الله عليه وسلم، وعزة كل مؤمن لا يمكن أن تكون إلا إذا طلبت من الله. قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره قد أذلنا الله. ولله العزة، وليست عزة النبي صلى الله عليه وسلم كعزة الله ولا أحد من بعده. نعم. وقال عن إبليس، وقال عن إبليس لماذا؟ يقول شيخ الإسلام وقال عن إبليس لماذا؟ لماذا؟ يقول وقال ما شاء الله ما شاء الله وقال يا الله وصل. وقال عن إبليس لماذا يقول وقال عن إبليس؟ ثم يقول لك شيخ الإسلام قل إبليس وهو إبليس مطبود وكذا 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 يثبت العزة لله، أقسم بعزة الله وهو إبليس، يعني يثبت الصفات لله. وهناك من يدعي الإسلام وينكر ما أثبت إبليس، كان يقول لك انتبه، يعني كأنه في هذا الباب في هذا الباب في هذا الباب فقط، يعني إبليس أحسن بعض الناس. والله فرعون طغى عندما قال له موسى عليه الصلاة والسلام على ما سيأتي معنا، وأشار إلى هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال له موسى عليه الصلاة والسلام أن الله في العلوم، لم يتأول النصوص فرعون طاغن وكذا، لم يتأول النصوص. عجبا لمن يدعي الإسلام يتأول ما لم يتأول فرعون. إبليس وهو إبليس أقسم بعزة الله، فقل لك انتبه، هذا إبليس يثبت. إذا بعض الناس اليوم أشد من إبليس في هذا الباب وأشد من فرعون في هذا الباب، يتأول ما لم يتأول إبليس. ثالث معنى وقول عن إبليس نعم فبعزتك أقسم بعزة الله وأثبت صفة العزة لله سبحانه وتعالى، عزة قدر وقهر وغرب، وصح الحلف بالله وبأسمائه وصفاته لأغوينهم أجمعين استثنى إلا عباده منهم المخلصين على التوحيد، نسأل الله جعلنا وإياكم منهم. ثم لآتينهم من بين أيديهم من الأمام ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم أغلق كل الطرق. صح أم خطأ؟ كل منطق ما يقول الله يفتح عليك. إذا لابد تلتجئ إلى الله، لا يمكن يغلق عليك هذا الطريق، مفهوم؟ نعم. إجلس. قال وقوله وتبارك اسم ربك من جهة تبارك، إما أن تكون عائدة على الله أو عائدة على اسم الله. إذا كانت عائدة على الله تبارك الذي نزل الفرقان على تبارك الذي بذل الملك، عائدة على الله أي تعالى وتعالى. وإذا كانت عائدة على اسم الله يعني كل شيء يذكر على اسم الله تحلف بالبارك. ولذلك إذا تسمع الذبيحة كانت حلال، نسيت التسمية ميتة. نعم هذا يذكر الشيخ العلمي رحمه الله تعالى تبارك اسم ربك. إذا كل شيء يذكر عليه اسم الله تحلف بالبارك. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده أي تعالى وتعالى. اقرأ الآية تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله سبحانه وتعالى مكرم ومكرم. نعم. وقوله فاصطبر. نعم. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم. هذه الآية جمعت أنواع التوحيد الثلاث، رب السماوات والأرض وما بينهما. رب السماوات
توحيد الربوبية، فاعبده توحيد الألوهية، واصطبر أعلى من الصبر لعبادتك. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة غير باب أولى. هل تعلم له سميا؟ توحيد أسماء صفات. هذا مشرب مع التحدي، يعني لو تعلم له مسام كف نج اعتبر لا يمكن. مفهوم؟ نعم. وقوله لم يكن له كفوا لكمال أحدية وصمدية. الصفات المنفية عن الله منفية عن الله كما نفعنا وكما نفعنا الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة كمال الأطباء تقدم معنا. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الشبيه والنظير. نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه منه لكمال أحديته وصمديته وكمال غناه وعزته وقدرته سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. وأخذنا أقسام المحبة، وهذه المحبة الشركية، محبة مع الله، محبة مساوية. نعم. ومن الناس أي بعض الناس ما يتخذ من دون الله أندادا شبهات وضراء وثلاثة. نعم. وقل الحمد لله. وقل الحمد لله على ما؟ الحمد لله على ما سمى وصف به نفسه. الحمد لله على إرسال الرسل، على إنزال الكتب. الحمد لله على كل شيء. الذي لم يتخذ ولد لكمال غناه وأحديته وصمديته، ولم يكن له شريك في الملك لكمال غناه كذلك وحديث الصمدين. وكبره أي عظمه بالتوحيد تكبيرا. نعم. وقوله يسبح لله ما يسبح لله. التسبيح التنزيه. كل المخلوقات تسبح الله سبحانه وتعالى بلسان الحال وكذلك بلسان المقال إلا الكافر. كافر يسبح بلسان الحال بلسان المقال. المخلوقات كلها تسبح، الرعد يسبح، الملائكة تسبح، الجبال تسبح، الطير تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذا كل المخلوقات تسبح بلسان الحال وبلسان المقال. بلسان الحال إيجاد الكافر في هذه الدنيا وخلقة الكافر في أحسن تقدير وإمداده بالنعم تسبيح وتنزيه لله عن كل نقص عليه. لكن الكافر ما يسبح بلسان المقام. ومن نعيم من النعم التي تكون يوم القيامة أنه في الجنة يلهمون التسبيح. نعم. طيب قال يسبح لله. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو على كل له الملك وهو على كل شيء قدير. له الملك وله الحمد وله له الملك تقديم من حق التأخير إلى الحصر وله الحمد لا لغيره. نعم. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين. كم بقي؟ سلام. هذا الذي يريد موقف الدرس بالخمس دقائق. طيب نقف عند هذه الآية إن شاء الله تعالى. نقف عند الصلاة إن شاء الله على رسول الله.